يقولون عمر محمد يسوي مشاكل واني دائما للخير فاعل. تريدون اهدي اللعب واقعد عاقل؟ لا، اليوم اسويها اعصار وزلازل. حلقه جديده من برنامج طباب خير 2، اسئله واجوبه من الجمهور نفسه، من اللي راح يجاوب عليها ومن اللي راح يربح جوائز شركه باريس للسفر والسياحه. ودوري اكيد اشكر الاعلاميه الاذاعيه نور الزيدي على تسهيل مهمه الجوائز. خلينا نبلش، من اللي راح يسافر ويانا؟ خلينا نتعرف عليه. تعال مكان رائع مع جمهور رائع مع عوائل رائعه في برنامج طباب خير 2. مساء الخير، شلون الصحه؟ برنامج طباب خير من قناة رشيد الفضائية، جوائز من شركة باريس للسياحة والسفر. أسئلة بسيطة تجاوبون عليها راح تربحون ويانا. يا أهلا وسهلا بكم. شاركون؟ إن شاء الله. أكيد. أكيد. يعني نستمر؟ نستمر معك إشكال. أبو ياسر. أبو ياسر، أم ياسر شلون الصحة؟ أهلا وسهلا. شلون الأمور؟ معنوياتكم زينة اليوم؟ زينة. زينة إن شاء الله زينة، إحنا نريد دائما يا ربي زينة. إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. أبو ياسر وأم ياسر تعالوا وياي هناك. حتى نبلش واحكي لكم فكره المسابقه، متفقين؟ يلا تعالوا. يا حي الله ابو ياسر، شلون الامور؟ الله يخليك. انا اشوفك ما شاء الله يعني اليوم معنوياتك عاليه. اي اكيد. وان شاء الله بعد البرنامج ايضا راح تبقى عاليه. ان شاء الله، تعرف واحد يعني عطله و... صح وطالعين صح. يعني بالمول. حلو، ان شاء الله يا ربي الحياه السعيده. ام ياسر شلون الامور؟ الحمد لله. فما ضوج ايش ابو ياسر احكي لي. لا 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 مطلعني اليوم، مطلعني. حاشدينك. سينما ومطلعني. ما شاء الله ما شاء الله. راضي علي اليوم، راضي. حلو حلو حلو. بس اليوم لو دائما راضي. لا لا دائما دائما ماشيين ماشيين الحمد لله. ماشي الحمد لله يا ربي، دائما يكون الرضا بيناتكم وان شاء الله صفاء القلوب دائما هي مخيمة على علاقتكم الزوجية. قصاركم الزوجين الله يسمع منك، صارنا 8 سنين. 8 سنوات ما شاء الله، 8 سنوات علاقة حب صلبة. أكيد. ما يهزها أي شو اسمه؟ ما يهزها أي شيء. أي شو اسمه؟ إن شاء الله. كلنا نبيكم. فكرة المسابقة هي 3 أسئلة. نعم. لا حزورات ولا كل شيء. 3 أسئلة بس، لكن تجاوبون بصراحة وبمصداقية أمام الكاميرات. أنت دائما صريح؟ أنا دائما أحب الصراحة. صريح؟ صريح دائما. يعني ما يهمك لا كاميرات لا أي شيء، لا برنامج، راح تكون صريح. ما يهمني. علي وعلى أعدائي. علي وعلى أعدائي. هذا حاسكي لك. أنا أسأل السؤال إلك. صريحة؟ ما دام هو صريح و 8 سنوات من العلاقة لازم أنت أيضا صريحة. أكيد لازم صريحة. ما يهمك أي شيء. لا ماكو أي شيء. هي فكرة المسابقة. إذا قدرت تكونون صريحين وصادقين مع أنفسكم ومع الناس ومع الكل راح تربحون. هاي ان شاء الله راح يكون كل شيء واضح ان شاء الله. نبلش. اوكي، السؤال الاول، خلينا نشوف السؤال الاول لابو ياسر لو الام ياسر. الف، هو اقاربك لو غريب؟ لا اقاربي. شو صار منك؟ ابن خالتي. ابن خالتك، يعني ام خالتك. اي. وبنفس الوقت عمتك. اي. حلو، خالتك ام زوجك. طيب اذا هذا راح يخليني اسال السؤال كلش مهم، لكن الاجابه اذا ما تكون صريحه الجمهور راح يعرف انه مو جوابك بنوع من الزغل. السؤال يقول، وانت وعدتي زين، وعدت الجمهور والبرنامج انه تجاوبي بصراحه. اوكي. السؤال يقول، كم عركه صارت لك ويا عمتك خلال يعني خلال هاي ال 8 سنوات؟ هي لازم تصير، ماكو فشي ما يصير يعني. طبعاً اعتيادي. طبعاً. عادي، ماكو عائلة ما تخلى من بعض الإشكالات والمشاكل، لكن دائما الحياة تستمر. لذلك انتم ما شاء الله صار لكم 8 سنوات. الحمد لله. شكرا. السؤال هو، كم، لا تحكي لي التفاصيل ولا أي شيء، أريد أعرف كم عركة صارت بينك وبين عمتك؟ جواب. فد 4 5 مرات. بس على 4. حلو. لا لا طبيعي طبيعي يعني. 4 لو 5. لا 4 4. اقل من كافي. 4 حق شو يصير 3 ولا 4 يا معوده. هاي شو انا ما ادري بيهم ذن. ما تدري من ابو ياسر تصير اكبر الشغله، فنخليها بيناتنا. بيناتنا يلا
مثل بنته او امها. بنته وامها اكيد بنت طبعا. مال يعني كنت بالدوام اني اي كنت بالدوام يعني معقوله ما تحكي لك؟ لا هي يعني تحكي لي بس مو مال اربعه هيك يعني حكيت لك يعني اقل يعني من هذا الرقم؟ حكيت لي على وحده اي بس يعني اربعه يعني تحكي لك؟ اي اكيد تحكي لي هي صحيحه. يقولون ماكو مره ما تحكي لراجلها على لا ما تحكي لأهلها مو رجلها يعني رجلها لازم تحكي لعشان ما ينظم خطيه. حلو حلو خوش اعتراف. شنو قصدك يعني تحكي لأهلك؟ لا تبي لا انت حكيتيها بالفعل شو عليك شو يعني احكي لها؟ انت قلتاني صريحه ترى يعني حتى لو احكي لأهلي هي اختها يعني عباك بدي احكي لها نفسها. حلو يعني هذا سؤالي واضح. ايه هي اختها يعني ماكو فرق ان شاء الله بينهم. لا لكن يعني معناها تحكي لاهلك؟ لا ما احكي لاهلك ابد. لو احكي لاهلي كان صارت فد 10 12 كان كبرت يجوز السالفه. ابد ما تحكي لاهلك؟ لا 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 ولا وحده حاكي لاهلك ابد. اهلك يباعون ناس يعني لا يعني شغلات بسيطه اي يجوز بس اذا صدق عركه قويه وهاي لا ما احكي. لا خليها بيناتنا افضل. إيه. تمام هذا جوابك وخلينا ننتقل للسؤال الثاني بعد ما انتهينا من السؤال الاول. جوابكم وثياتكم ما شاء الله عليكم مليان صراحة. وأول سؤال عبرته السؤال الثاني واللي يقول الجمهور يسأل جمهور برنامج طباب خير وهي أسئلته إذا بعد زواجكم اكتشفت أن زوجتك ما تنجب أطفال زين تتركها لو لا؟ طبعا لا. أنت كنت أجاوب بصراحة. وأنا أجاوب بصراحة نهائيا ما تنجب أطفال نهائيا ما تتركها لكن لا ما تتركها. حلو لا ما تتركها لا دا اقدر زين لكن ممكن انه تتزوج عليها مثلا على مود الاطفال يعني والاولاد يعني اذا على مود الاطفال احتمال احتمال تراني يعني اذا شالت اطفال و هو عندك اقول انا سؤالي واضح ابو ياسر وبرضاتها يعني خلينا نقول برضاتها رضا بالموضوع وين اكو زوجه تقبل لا شيء خلاص كان قلبك كبير يعني احنا طبعا اسئلتنا هي اسئله الجمهور احنا نقول لو يعني لا سامح الله مثلا ما تنجي بالاطفال انت نهائيا يقول اتزوج على مود الاطفال معقوله توقفين حاجز الطريقه؟ لا عادي خلي يروح يزوج وانا اروح لاهلي هم انا ما تبكين يمه؟ لا ما ابقى لا مستحيل اعوفه يعني مستحيل انا ما اقدر اعيش قال وجاوب لا لا ابو ياسر انت جاوبت من البدايه قلت انا مستحيل اعوفه ما ادري اي انا ما اعوفه بس اذا في حال انه يعني اذا اطفال ما يخبي يعني المفروض هي تسامح بهذا الامر وود انه يتزوج. ام ياسر شو غرقت عيون الشكل؟ لا يا معود احنا زين عندنا اطفال الحمد لله والشكر كان ما مرينا في الموقف هذا. يلا احنا كلها اسئله الجمهور واسئله افتراضيه. ما شاء الله عليك ابو ياسر تعديت السؤال الثاني وكان جوابك صريح لكن ام ياسر حاسه زعلت علينا ترى احنا طبابين خير والله يقدرنا على فعل الخير يا رب يا رب. طيب ما بقى لكم بس السؤال بس السؤال الأخير والثالث وراح تربحون جوائز شركة باريس. طبعا السؤال الأخير واللي يقول ليش طبعا إذا أكو خيانة من قبله أكو تسامح من قبلك؟ هو شوف يعني هاي الحياة لازم يصير فيها تسامح بس ماكو شيء يمشي أي؟ يعني بدون ما عواقب بدون عواقب ماكو يعني عواقب اذا كل مره لا اي لحظه اذا كل مره نسامح راح تتكرر الشغله زين. بس اي سماح لازم ويا عقاب هاي شيء اكيد منها اي لازم عقاب لحظه يعني شنو قصدك عقاب ما فهمت دقيقه لا اي شنو انا ما فهمت اكو يعني ايه اقول قول ابو ياسر بالموضوع لك الخيانه تمشي عادي يعني هاي معناها شنو من حياتها هاي صحيح. السؤال الاول السؤال الاخير عفوا احنا قلنا اذا اكو خيانه اذا هاي اسئله الجمهور يعني ما علي يعني طباب خير والله قدرنا على فعل الخير انا ما علي نهايه الموضوع. السؤال يقول اذا اكو خيانه من قبله اكو تسامح اي لو لا؟ اي اكو بس اكو بس البس شنو انا اهم شيء البس عندي بالبرنامج البس انه يعني ما يصير يعني انه حتى لازم حتى ما تتكرر مره انا تسامح يعني استوعبتها بس العقاب يعني شنو تقصدين؟ يعني شنو تقصدين احنا امام جمهور يتابعنا وطباب خير يعني شنو تقصدين يعني المراه تعاقب رجل؟ يعني احنا متفاهمين قبل بهذا الموضوع اي ابو ياسر متفاهمين قبل في حال انه صار هيك شيء التسامح المفروض بس عقاب هذا شيء جديد والله انا وياك لحظه يعني شيء جديد هذا شنو قصدك يعني؟ تقصدين؟ ايش تقصدين ام ياسر يعني؟ جديات احنا البرنامج من الصير يعني نتفاهم عليها الله كريم من الصير عود اذا صارت نتفاهم لا اليوم الا نفض الموضوع اليوم هنا ابد لا يعني شلون يعني لما نصير
اعطوني جهازين بسرعه قبل ما يعني جهاز صارت يعني اي شنو يعني ناوي يعني مثلا نجرب حتى تعرف العقاب احكي احكي انا ما عليه بكم احكي طبعا انا ما اريد اجرب بس هي الشغله تريد تحدي لا هي مو تحدي بس يعني ما معقوله تمشي سلام حاولوا تكملون اذا مشاهدينا كملنا ويا العائله الاولى والله يقدرنا على فعل الخير خلينا نشوف عائله ثانيه تعالوا وياي يعني. مستمرين مع العائلة العراقية الرائعة والجميلة في هذا المكان الجميل في أحد مولات بغداد الحبيبة وبرنامج طباب كيرت. وطبعاً بالبداية قبل ما ألتقي بالعوائل شوي أحب أنوه أنه أحب من خلال برنامج طباب كيرت أشكر الإعلامية الإذاعية نور الزيدي على تسهيل مهمة أيضاً الجوائز اللي تقدم من خلال برنامج طباب كيرت. اليوم هدايانا من شركة باريس من اللي راح يربح رحلته مع الشركة خلينا نشوف من هو تعال 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 السلام عليكم شلون الصحة شلون الأمور هدي إيديكم متقاعدين شفتكم متقاعدين مش عندي غيرنا الله يحفظها ويخليها لكم ويخليك إلها إن شاء الله إحنا برنامج طباب خير من قناة رشيد الفضائية إذا ما تحبون تشتركون عادي استمروا بمشيتكم وإذا تحبون تشتركون عندنا جوائز من شركة باريس للسياحة والسفر شو تبين نشتري؟ اي نشترك تشتركون؟ اي نشترك تدورون سفرات يعني؟ اي والله شكوا بيها يلا شكوا بيها أسئلة الجمهور وياي لازم تجاوب بمصداقية وإذا جاوبت شوية ها ما بين وبين الجمهور راح يعرف أنه أنت بتكابر تجاوب بصراحة راح تربح جوائزنا وراح تظهر بصورة الشخصية المثالية عندك استعداد؟ صحيح اوكي بس احنا مرة ذي سنة مهرجة وهاي وقدام زوجتي وتعرفها ليش خاف يعني؟ منها وهاي خلينا نشوف اي اي حلو 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 انا لقيت الدعم من ابو ايش؟ ابو ايلين ابو ايلين انا لقيت الدعم من اختي ام ايلين ام ايلين اسال براحتك اي داخل مطلق الحلقة لك اي نكشف هي قالت لي سلام مال ماضي ماتي ما اريد يابا ما اريد الماضي احنا ما عدنا على الماضي كله بالحاضر يلا هلا هلا بالحاضر ابويا ولا يهمك يلا جاهز نبلش اي نبلش السؤال الاول واللي يقول كل انسان عنده فتاة احلامه قبل زواجه قصا لك متزوج صار لي سنة سنة كل انسان قبل زواجه عنده فتاة احلامه إذا مو أكثر من فتاة فتيات صح لا غلط لو تقول لا تقدر تقول صح صح طبعا صح احنا نريد جواب صراحة أمامنا جمهور يتابع فتاة أحلامك قبل زواجك أصبحت حقيقة بعد زواجك لا تباوع أشاورك أشاورك ما أقدر قدامك قدام الجمهور لا احنا شوف لو تنسحب لو تجاوب بصراحة ما طول قلت لي أشاورك ليش انسحب ما انسحب يعني لا جواب لا ما انسحب انت لقيت فرصة احلامك يعني فتاة احلامك انت انت ايش عليك بي انا اذا اسالك الك هاي سؤال في المخرج في راس ما يقعد راح اعرفها يعني ف لا يعني خلي نفسك بمكاني يعني ليش أمس... انت مصارع غير ما هسه لو يمك المايك تسالني نفس السؤال راح اجاوبك بس انا يوم يعني انا اللي اسال وانا اللي احاول تمام تمام من حقك تنسحب تمام لا ما انسحب ليش انسحب بعد احنا بلشنا السؤال أي. فتاة أحلامك قبل زواجك أصبحت حقيقة بعد زواجك لو لا هو أكيد لا بس اللي هس اللي ما أريد البس إيه لو لا بعد قلتها لا بس اللي بس اللي أي. اللي صارت وياي يعني أي. مو يعني اللي مثل متوقعها بعد أكثر نعم اللي بدموعه قاسي اللي 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 بدموع قاسي ويا ويلي ترى ما لي علاقه هو غششني ترى ما لي علاقه ما تقول لي انا ما عليه انا سالت انا سالت انت قلت فتاة احلامك ما لقيتها بعد هسه هي هسه هي يعني
شكرا 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 المهم شاتك واحدة تفكر بيها. أم إيلين أم إيلين ماكو شك حبيبي خلينا نكمل. أم إيلين تبي تسحب؟ أنت وعدت إنه تكمل. لا لا ما أسحب. حلو أم إيلين السؤال إلك. نفس السؤال. كل مرأة كل امرأة عندها فتاة أحلامها بالخيال يشبه أبوها يشبه أخوها هذا أمر طبيعي كل إنسان. ايضا رجل احلامك اصبح حقيقه بعد زواجك منه؟ والله الحقيقه يعني هو اي بس بما انه قال لا لا والله حقك حق تقول لا لا والله حياتك اذا تقول لا اي ما حتى تصير وحده بوحده وحده بوحده لا 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 دقيقه 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 نطي نطي شويه منها يعني لا لا السؤال الثاني واللي يقول بس فيناتنا لا ناسكم بس انا بررت لها انت بررت انت ما بررتي صح حقا حقا يعني والله رج وحده بوحده ها بررت انا على ليك ما تخلط بس اسمعني بس اسمعني هو شفت ايش قالت قالت انا هم بررت الموقف وقلت له صار اثنين قال لي ايش انا مزوج لا يعني هي هم ماتين لا السؤال الثاني السؤال الثاني لك طبعا ابوك وامك اذا حكوا على زوجتك تردهم لو تسكت مو هي حسب الموقف يعني لا تحكي انا ما اردهم طبعا ما اهلي ما اردهم حتى لو هم غلطانين ما اردهم ما ترد لا ما اردهم قدام okay. زوجتي ما اردهم وحتى قدامهم ما اردهم بس okay. حسب الموقف مالي يعني اذا صار زعل ما بين ابوك وامك وزوجتك تطبق مع مع انا ما اردهم ما اردهم بس مثلا فشي مرات يعني حق او باطل فما ابين هذا الشيء قدام اهلي يعني يعني قدام اهلك تطبق ويا اهلك اي ويا اهلي قدام مرتي اطبق ويا اهلي ويا اهلك اي بس بعدين بينك وبين زوجتك لا بيني وبينها افسر اقولها واحد اثنين ثلاثه يعني ها تلعب على الحبلين يعني الزم العصر من النص نقدر نقول تلعب على الحبلين بس قول لي يعني اي منا ومنا ارض الطرفين يقول لي يقول لي ايه يا حظي انت منين طلعت لي يا حظي انت ارض الطرفين غير ارض الطرفين لا اقدر ازعل زوجتي ولا اهلي زين جاوبني بإيه أو لا وراح يعني أعتبرك فعلاً أنت صاحب شخصية قوية يعني تلعب على حبلين إيه لو لا طب هذا جوابك أنت جاوبت ألعب على الحبلين ما بينهم يعني حتى للصلح أنا مو يعني إيه 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 عاجت إيدك إيه زين السؤال الأخير واللي يقول ما شاء الله عليه اللي هي السؤال هم ماتين اثنيناتكم بعد خطوبتك احنا يقولون الخطوبه حتى ممكن انه تتعرف تجسسوا ها بعد تعالوا يمي هنا خلي اروح يمهم خلي اوقفوا لا اوقفوا اوقفوا نفس وقفتكم نفس وقفتكم يلا كملوا بعد خطوبتك صوروني ايش بيكم اي بعد خطوبتك يلا وقف الكاميرا بعد خطوبتك والخطوبه حتى يتعرف بها الرجل على على الامراه لذلك يتعرف الخطيب على خطيبته. نعم. إذا أكو أمور مختلفين بها راح يفسخون. سؤال يقول أنت قلت أجاوب بصراحة. سؤال الجمهور. أكيد. إذا اكتشفت بعد خطوبتك إنه هي معاقة تفسخ لو تستمر وأنت قلت أجاوب بصراحة. يعني طلعت فدي إعاقة وبعدين عرفتها؟ معاقة بيها. ما عرفت انت بعد الخطوبه وظليت مخطوبين عرفت زين. انه هي معاقه اذا مخطوبين خطوبه مو زواج اه مو زواج سهله شنو يعني بعدنا على القاع البيضه يعني بعدنا على البر بعدنا على البر يعني ليش ما تتابلط زفي يعني ما مجال بس لو متزوج ما بيها مجال بعد يعني قصدك اذا بالخطوبه بس انا مو يعني هي الاعاقه ما احنا بعد الزواج بنصير اعاقه دقيقه بس اسمعني انت نصلح جوابك انت بعد الزواج اذا يصير عوق لا سمح الله بين الزوج او الزوجه تستمر دائمه الحياه هاي الحروب وهاي كذا بس احنا حكينا قلناها بالخطوبه اذا اكتشفت انه هي معاقه راح مو في حاله انه مثلا ما قالت لي يعني المفروض تقول لي يعني المفروض اقول لك يعني اذا اكتشفت هذا الشيء انه اكتشفت انه بعدين يعني انا يعني مو هي قالت لي اكتشفت من غير احد يعني بعدنا قلت لك على القاع البيضاء تفصل يعني لا ما افسخ مو افسخ الخطوبة يعني ما يعني احاول بس دقيقة السؤال لا تحاول تبرر بررت اليوم هواية ما ولا سمعتي انت جوابه؟ اي وقال انت يعني انت ما تعوفي اذا اكتشفتي بعد الخطوبة انه هو معاق وما قال لا ما تعوفي لا
لين رأيته. طبعا. لين تحبيه. يوم رأيته. حبيبي بس دقيقة. حبيبي انت جاوبت بعد انت جاوبت. جاوب والله العظيم جاوب. اسأل الجمهور. هسه تو قال عوفو. غير متفقين على اشياء انه متكذب عليه مثلا وبعدين اعرفه ليش ما تقول لي ليش اسمع منه. طبعا بخير. والله يا ربي ليش اسمع منه حاجة؟ ليش طبعا بخير؟ كلش. مو انت سمعت انا قلت لك. ليش اسمع منه حاجة وانتي ما قالت لي برانا مو بس اظوجهم ما جينا اقول انت بعد جاوبت. انت جاوب والله قال اذا بالخطوة اكتشف انه هي. بس اسمع لا فش تقول لي هي صارت المشكلة صارت الجواز يعني هم بصراحة يعني بصراحة أجوبتهم صريحة الرجال ما يقدرون يجاملون لكن قال إذا أكتشف هي معاقة راح أعوف ما أكتشف مو إذا هي ما أكتشف يعني ما عليك شو يعني ما أكل يوم عشاء يوم ما أكل عشاء يوم تنابل عشاء ما سمعت من أحد يعني ما لا يوم تنام بلا عشاء هاي حاول تقنعها ترضيها شيء تعطيها جائزة رحلة من شركة باريس للسياحة والسفر حتى ملكت يعني ترضى عليك ترضين علي؟ لا اليوم ماكو عشاء حتى لو ما ترضين حتى جائزة جدي من الله اليوم عشاء لا على عشاء سهلة شلون تقول لها شلون تقول لها إذا أكتشف أكو عوق بالخطوبة أفسخ الخطوبة يا واحد غير يعني غير متزوج غير احشو يعني ما عليه اذا المشاهدين ثاني عائله من برنامج بعدكم تحشون ثاني عائله من برنامج طبب لا ضربك هسه يصالحكم المخرج ثاني عائله من برنامج طبب خير تو والله يقدرنا على فعل الخير مشاهدينا مستمرين ببرنامج طباب خير 2 صديق البرنامج دائما يتصل بينا ويبعث لنا رسائل اللي هو انور طبعا انور شاب من ذوي الاحتياجات الخاصه حلمه او احد احلامه انه يشارك ببرنامج طباب خير 2 اليوم احنا والكادر قناه رشيد الفضائيه راح تحقق حلم انور واليوم هو عيد ميلاده وراح نفاجئه بمفاجات عده راح تكون من خلال برنامج طباب خير والله يقدرنا على فعله ليس من جلس على كرسي معاق بل هناك معاق العقل والضمير طبعا بعد دقائق راح يوصل انور كادر قناة رشيد فضائية راحوا حتى يجيبوه راح نشوف المفاجأة شو راح تكون حلوة عليه واكيد حلوة علينا بنفس الوقت خلينا نشوف تعال انزل 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 كل الهلا بالغالي شلون الصحة كل عام انت بخير صحة وسلامة والله وديك ان شاء الله ان شاء الله نشوفك عالريس اشكرك كل عام انت بخير ان شاء الله رسائلك كلها وصلت لكن احنا ردنا نختار اليوم المناسب والوقت المناسب يوم عيد ميلادك ان شاء الله لذلك اليوم قررنا برنامج طباب خير وقرار قناة رشيد فضائي انه اليوم تكون انت حاضر ويانا بالبرنامج ان شاء الله شلونك اخبارك مشتاق لك انا كلش حبيبي بدل قلبك خلينا نشوف المفاجأة اللي محضريها الانور تعال ويانا يلا نروح بالسيارة يلا نصعد السلام عليكم شلون الصحه استاذ جمال انور شلون الامور الله يسلمك استاذ جمال حلويات ومعجنات عش العصفور اليوم جبنا لك خطار انور اليوم اليوم عيد ميلاده طبعا ونقول لك كل عام انت بخير انت بخير كيف صار عمرك ان شاء الله 19 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
والله من بين ما شاء الله كبير ما شاء الله. احنا بالنسبه لنا يلا انور حلم حياته انه يكون موجود ببرنامج طباب خير او احد احلامه، واليوم هو حاليا من ضمن برنامج طباب خير. راح نعيش اجواء الاحتفال، راح نحتفل بعيد ميلاده، وقبل كل شيء خلاص صور منا اردح شوي انور. أيوني. انور هذا الكيك ومعجنات وحليات عش العصفور سمعت كله قدامك. هاي اول شيء بعدنا شيء عجبك تختار هو الك ومباح، مو هاي شغله. قبل كل شيء هالاجواء اجواء العرس، اجواء اعياد الميلاد كلها تجي تاخذ مننا. احكي لي انت مدت ما مفكر تتزوج؟ لا. ليش؟ لا ما مفكر. ما مفكر؟ لا. يعني ما تحب واحدة منا هتصدق؟ لا ماكو. هتصدق؟ اه ما اكو. احنا بطباب خير ماكو؟ اكو؟ اي. زين ليش ما خطبت؟ ليش ما خطبت؟ تعرف انت يعني انه خاف ترفض، ما هل يرفضون يا معصور؟ ليش يرفضون يعني؟ انت تعرف لانه مقعد او شيء. انور انت بين ما تنتظر هنا انا راح اجيب لك مفاجاه ثانيه. عسى المفاجاه الاولى هاي، بعدك هواي مفاجات ثانيه. شنو مفاجاه ثانيه؟ انت انتظر وانا هسه دقائق وارجع لك. يعني ابقى هنا قاعد خايف تروح تختم الحلقه وتنساني؟ لا لا لا. هاي اول مفاجاه جبنا لك محمد. شو راح تقدر تتباوسون هيجي 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 هيجي؟ نعم حبيبي مشتاق لك. شلونك؟ بعد جبنا لك حيدوري. حيدور الغالي شلونك؟ شاطين ترى بخير حبيبي. اذا مشاهدينا اعز اصدقاء، بعدين احكي لك اعز اصدقاء. اصدقاء اليوم جبناهم هو محمد وحيدر ايضا، يعني هم اصدقاء الروح بالروح. سويناها مفاجاه الانوار. شلون مفاجاه؟ زينه حلوه عجبتك؟ كلش. اليوم راح يحتفلون ويانا، هم عوائلهم جوي مو وحدهم. ام حيدر شلون الصحه؟ ام حيدر تعال. الله يسلمك. شو تقولي لك؟ كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير انوار، العمر كله ان شاء الله، واماني تحقيق الامان ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. صحتك وعافيتك. ام حيدر، حيدر ابنك، ممكن تحكي لنا شلون يعني صار هيك؟ هو من الولاده لو شنو؟ لا صار له 3 سنين حيدر مريض. لا تبكين خاله. لا 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 لا. دقيقه. ام حيدر ليش ينهم؟ احنا غايتنا عمل انساني في برنامج طباب خير 2. اذا كان لانور او حيدر او محمد اصدقاء انور، طبعا هم اصدقاء مثل للصداقه الحقيقيه اكثر من اخوه. صداقتهم مو فقط بيناتهم، صداقتهم عائليه. مشاهدينا انا القصه كلها اعرفها قصتهم. هم حابين يشاركون ببرنامج طباب خير. اليوم راح نحكي تفاصيل حياتهم، نحكي تفاصيل صداقتهم واخوتهم رغم الظروف الصعبه اللي يمرون بيها. راح نحتفل اليوم بعيد ميلاد انور. انور نفرح ان شاء الله. مرضك هو ما اقوى من عندك؟ انا اقوى منه. عافية عليك حيدوري. طبعا حيدر مصاب بمرض، للاسف مصاب بمرض السرطان، لكن هو اقوى من هذا المرض. ان شاء الله يقدر يتغلب عليه. ان شاء الله بوجود الخيرين وبدعوات الامهات العراقيات لهذا الشاب الرائع. خاله بديش تدعي له انت هم توقفين وياه؟ ما اريد اشوف ايش حيدر يشده تبكين ومتأثر. لا بالعكس هو يرفع معنوياتنا، لان هاي ابتسامته ما تفارق وجهه، ابتسامته وطموحاته ابد ما تفارق. يعني ابتسامته وسبع هو ويشجعنا، كل شيء يشجع. ان شاء الله ان شاء الله يوم ان شاء الله. شلونك حمودي؟ شو اخبارك؟ الحمد لله. الامور صداقتكم يضرب بيها المثل. اي مثل ما نقول احنا ينضرب بيها المثل. اي
احكي لي انت ليش ايش بيها رجلك؟ انا اصابت بالموصل زين بسبب اطلاق نار استهدفوني عمليات داعش. داعش الارهابي؟ زين داعش الارهابي اي. ومن بعدها صار بك شيء بعد؟ انشليت اي بحيث فقدت جزء من الكلى جزء من الابحال والحمد لله وشكرا. من الكلى هم فقدت؟ اي انا اشوف يمكن اقول زين اي عندي كيس يعني الحمد لله وشكرا. الحمد لله شكرا على كل حال. اتمنى لك الصحة والعافية. تدول عمرك. الله يعافيك. اريد تحكي لي شنو امنياتك؟ شنو طموحك؟ شنو احلامك؟ امنياتي امنياتي انا اصير اكبر لاعب في العراق. لاعب شنو؟ لاعب كرة السلة واني الحمد لله قاعد امارس لعبة كرة السلة. ان شاء الله يا رب. زين؟ ان شاء الله. امنياتي كل اللي يتابعونك. ان شاء الله وامنياتي يعني انا احققها يعني ان شاء الله بوجود الناس الطيبة. ان شاء الله. الناس اللي ان شاء الله. وبوجودكم انتم. فكرت تتزوج تحب شيء؟ لا تحب. صدق والله حبيت طب خير ما يقبل اي والله حبيت وحده ليش اكذب عليك ما اكذب عليك حبيت وحده وتقدمت عليها بس اهلها رضونا يعني بسبب العوق مالتنا يعني رضوا هالحاله لان يعني يقولون على انت قاعد على كرسي زين صعب عليك أنور راح تختار كيكة محمد الشي عجبك تختار حلويات وحيدوري الشي عجبك تختار باشن تحضروا هنا أنا ماكو مستحى الشي عجبكم تاخذوا متفقين أستاذ جمال حلو أنور يعني. شوف إن أكبر كيكة حاول تختارها حتى يكتبون عليها وشي أكبر من شي كل شي حلو طيب من الحلويات ومعجنات العش العصفور الشكل طيب الشكل حلو والطعم بعد أطيب روح واختار حتى يكتبوا لك الشباب اسمك عليها عيد ميلاد سعيد انور يلا تفضل فانسي ديوا sabes que ya llevo un rato mirándote tengo que bailar contigo hoy ديوا Que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy oh. وهسه كيكة الميلاد الخاصة بي أخونا صفقوا لا تخلوا أخونا أنور جاهزة وجاهزة أستاذ جمال بإيده راح أقدمها لك تفضل هاي لك كيكة عيد الميلاد صفقوا لها مرة ثانية احنا ايضا بدورنا من خلال برنامجنا نشكر الاستاذ جمال على هاي الهدايا الحلوه حتى اليوم نقدر نعيش الاجواء الاحتفاليه بعيد ميلاد مراد ومع اصدقاء حيدر ومحمد وان شاء الله الله يقدرنا انه نقدر نفرحهم ونرسم الابتسامه على وجوههم ونشيل ولو قدر بسيط من همومهم والمعاناه اللي يعيشوها ما اعتقد انه هؤلاء اكو حد يباوع عليهم وينضرب حالهم لكن هم يستحقون ان يعيشون حياه رغيده يعيشون حياه سعيده حالهم من حالنا بل يستحقون الاهتمام اكثر من عندنا لذلك ان شاء الله ايد الخير دائما ممدوده لهم في برنامج طباب خير ومع قناه رشيد وممدوده لهم مع كل الخيرين ان شاء الله اللي يتابعون برنامجنا وحلقتنا اذا خلينا نحتفل ب أغصان الزيتون هناك احتفال كبير ينتظرنا يوم جميل وساعات جميلة عشناه وأوقات سعيدة عشناها مع أنور وحيدر ومحمد وعوائلهم من الساعات الأولى من الظهيرة لحد هذه الساعة والأجواء بدأت تليل وصلنا مطعم وحدائق أغصان الزيتون حتى نحتفل معهم ونعيش ساعات
ودقائق مفرحة إن شاء الله نقدر نفرحهم والله يقدرنا حتى نسعدهم هم وعوائلهم ونحقق ولو جزء بسيط من الأمنيات اللي كانوا يتمنوها بمشاركتهم في برنامج طباب خير. إذن إحنا حالياً بمطعم وحدائق أغصان الزيتون، راح نبلش ونتوكل على الله. والشيف عباس بنفس اليوم غني، خلونا نشوف أمنياتهم. نبدي ويا أنور. أنور، شنو أمنيتك بما أنه قبل ما نحتفل ونغني وقبل ما تطفي الكيكة، كيكة عيد ميلادك؟ أمنيتي أنه أكمل دراسة. دراسة؟ إيه. واللي ببالك ما تريد تصير لك؟ إيش تقول؟ أنا أقول إيه؟ أنت أنا ما أقول إيه. حلو حلو، إذا سمعنا أمنية أنور إن شاء الله يا رب يكمل دراسة دراسته وإن شاء الله يلاقي الدعم والتشجيع من كل اللي حوله، وأيضا نطلب أيضا دعواتكم إلى أنه يحقق كل أحلامه وياخذ اللي بباله. طيب هذا اللي بباله، هذا اللي حلو. هسه نرجع على محمد. حمودي حبيبي، حمودي اي امنياتك انت شنو امنياتك؟ امنياتي انا اقوم امشي واللي ببالي يصير لي ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب ويصير علاجه، اطلع خارج العراق علاجه اتعالج ان شاء الله ان شاء الله يا رب. اعطيني بوسه زين طول عمرك، ان شاء الله تتحقق كل امنياتك وكل احلامك. ابو جاسم الورد ربي يحفظك ويخليك طول عمرك. الله يخليك. احنا نريد ايضا تتخلص من هذا الكيس اللي وياك والصندل. الحمد لله ان شاء الله نتخلص من عنده، وان شاء الله بوجودكم وجود الناس الطيبه والناس اللي تساعد والناس ان شاء الله ان شاء الله هذا الشيء. طيب نروح على حيدوري. حيدوري شلونك؟ تعال شوف عباس قريب. الحمد لله. شنو امنيتك واحلامك؟ والله امنيتي انا اكمل علاجي واسوي التحاليل هاي بالهند ان شاء الله، وان شاء الله الامن والامان على الامه العربيه والصحه والسلامه. زين اريد تقول لي بعد عندك امنيه اخرى، عندك حلم ثاني؟ والله هي امنيتي يعني مثل كل شاب ان اتزوج اطلع اتونس اتخرج اكمل مدرسه اتوظف ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله كل احلامك. واتمنى يعني اتمنى من المسؤولين يعني يخصصون اماكن ترفيهيه سفرات هاي السوالف ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله انتم فعلا تستحقون العيش، تستحقون العيش بحياه رغيده، حالكم حال كل ذوي الاحتياجات الخاصه بكل الدول العربيه وحتى العالميه. ام حيدر ايش تتمنين الحيدر هذا اليوم الجميل في برنامج طباب خير؟ اتمنى يطيب من مرضه ان شاء الله، يتعالج، يحقق امنيته ودراسته ان شاء الله. يا ام حيدر ما اريدش تبكين، ان شاء الله يطيب من مرضك. هاي دعوتك وانا ايضا من خلال برنامج طباب خير ودعوتي ودعوت كل كادر والشيف عباس انه يتحقق. يريد يمشي على طول، يريد ان شاء الله يمشي ان شاء الله ويصير لعب ما طوبه يقول، حتى لو كان بطرف صناعي هم يخالف ان شاء الله. الله كريم ان شاء الله. خاله أنا أيضاً من برنامج طباب خير أدعو كل الناس وكل من يتابع برنامجنا أنه يدعو له لحيدر، ويدعون لرغبة أمه تدعي لابنها قلب والده قلبه على ابنها أنه يمشي على رجليه ويطيب من مرضه. رجليه بالله مو مشكلة، لكن يطيب من مرضه. المرض مشاهدينا ومتابعينا حيدر يعاني من مرض السرطان، لذلك هو حالياً مقعد وفقد رجله، ومن عرف المرض هذا ممكن أنه شنو تالية. لكن دعواتكم أنتوا إلى رب العالمين ما ينسى عبده. شباب بعدهم بمقتبل عمرهم يحتاجون إلى الدعم، يحتاجون إلى دعواتكم أنه يا رب يشفيهم من مرضهم. بعدهم ما شافوا شيء من حياتهم، يتمنون أنه يعيشون حياة، يتمنون أنه يتزوجون ويكونون أسرة، يتمنون أنه ينجحون ويكملون دراستهم ويتوظفون ويتعينون. أحلام أحلامهم أحلام أي شاب عراقي، نتمنى أنه تتحقق. أم حيدر ما عندك أمنية أخرى؟ هي هاي أمنيتي وأمنية تعالج قلت لك ويطيب من مرضه، هي هاي أمنيتي إن شاء الله يا رب. ما تريد أنت تحسين شيء قدامك؟ صح، يعني أكو أشياء ما أقدر أحكيها قدام، خاف على معنوياتها. معنوياتها عالية. طيب إن شاء الله تريدين تحكيها للمشاهد بس ما تحكيها إليه؟
طيب حتى ممكن انه الناس الخيره تسمع صوتك وتسمع دعوتك وتسمع طلبك وامنياتك. طيب نقدر نقوم انا وياك، نقوم نقوم نروح انا وياك شم عدي مرد ما طول مرت يم حيدوري. تعال قوم الله يكون بعونك. تعال تعال. طيب مشاهدينا عندها امنيه ام حيدر لكن ما تريد تقولها قدام ابنها حتى لا تكسر قلبه ولا تكسر معنوياته وحتى لا يعني ينقهر. لذلك كل الناس تشوفنا وتتابع برنامجنا يا ام حيدر، شنو احكي لي شنو اكو شيء تريدين تقولي ضامته يعني ما تريدين يربي حيدر؟ هو مرض من النوع الصعب يعني وسريع الانتشار، واذا ما ياخذ جرعة كيميائي ينتشر عنده. لا جي أنا ما مت عليها يعني أكو مخلات فيها المرض منتشر بيه وما قايلت له حتى الأبو ما قايلت له. يعني هذا يعني لما كان بيها المرض أنا خاف على معنوياته وأنت شفت معنوياته شلون. أنت شفت يعني معنوياته هو شلون ويا أصدقائه بالمدرسة. لذلك قلت لك أنا أحاول يعني أعلم المعنويات على مود ما يتأذى. يعني هسه المرض منتشر بجسمي؟ أكو كم أي بالأماكن أكو أماكن. شنو هذا المرض إذا كان في مثلا يعني في مكان معين شنو يعني شو يسبب؟ ما أعرف فقدني. لا إن شاء الله. مثل ما فقد ساعات ساقه. لأن أنا كنت متأملة عمال يمشي على طول ويتعالج من ساقه. فقد ساقه قلت ما يخالف. خلي يفقدها بس المهم هو يشم الهواء. تالي طلع بمكانات اكو عنده هسه يكون اراوي لك جسمه اكو اماكن بيها طلع نفس المرض كانت برجيناته طلع بجسمه. مكانات اكو بشتمه طلعت وبخواصرته برجيناته الثانيه هم طلعت. احنا وصلت رسالتك يا ام حيدر. وحيدر ديباو عنا من بعيد ما يريد يحس بالكلام اللي قلتي وحشيتي. هو معنوياته كلش عاليه، هو فرحان مبتسم دائما وابدا. لذلك امسحي دموعك ام حيدر ان شاء الله. خلينا نعيش هاي الساعات الحلوه وصدقيني صدقيني وكوني على تقاني واثق كانسان عراقي بغض النظر عني كاعلامي ومقدم برامج في قناه رشيد الفضائيه. صدقيني كثير من الناس راح يلتفتون الك ويلتفتون الى حيدر وراح يقدموا له يد العون وما راح يخلوش تفقدين ابنك ان شاء الله. ان شاء الله. اللي يريده رب العالمين راح يكون صدقيني. العراق العراق غني بناس الطيبين بناس الاخيار. ان شاء الله خير وندعي من رب العالمين ايضا انه ينضرب حاله وينضرب حال حيدر. خلينا نحتفل والباقي على رب العالمين وعلى كل من يتابعنا انه نطلبكم مره ثانيه انه تدعوا له لهاي الام المسكينه، الام اللي ما عندها غير فلذ كبدها اللي هو ابنها حيدر. نتمنى دعواتكم بدعائه لا يبخل عليه ابد نهائيا. ام حيدر ان شاء الله نتمنى لها الشفاء العاجل. خلينا نرجع ام حيدر وارجع تضحكين دقيقه ان شاء الله. ابتسمي نضحك امسحي دموعك. هاي هذا المنديل شويه اخذيه. نرجع ان شاء الله ووصلتش ان شاء الله. وصلت تفضل تعال رجع لمكانك. اذا دردشنا انا والحجيه شويه وشفنا شنو امنياتها حبت تقولها لنا فقط ما حبت يعني رادت تسر قناه رشيد الفضائيه. خما ضجج يعني اذا سرت قناه رشيد الفضائيه. حلو حيدوري البطل معنوياتك شلونها؟ فول اوتوماتيك. حلو شفتي فول اوتوماتيك. وانا اللي اشجعهم وانا اللي اشجعهم اعطيهم حافز اقويهم. ايدك يا غالي يعني انت تشجعهم؟ انا اشجعهم هم يقووا معنوياتهم. اذا مشاهدينا مثل ما تشوفون حيدوري نموذج للشجاعة وللإنسان الشجاع والقوي اللي يقدر يتغلب بإرادته وصموده وابتسامته هاي الحلوة اللي ما تفارق وجهه يتغلب على كل مرض. إن شاء الله نتمنى له الصحة والعافية والشفاء العاجل. ربي يحفظك ويخليك. إذن خلينا نحتفل أم حيدر. ها أم حيدر إيش قلنا؟ خلينا محتفلين اليوم عيد ميلاد أنور واليوم حيدوري فرحان وابو جاسم محمد فرحان وكل الحاضرين
وياهم ايضا فرحانين. اذا خلينا نبلش ونشعل الشعالات ذني حتى نغني ونحتفل بعيد ميلاد انور وحيدر ومحمد ثلاثتهم ان شاء الله. تمام، اليوم ميلادهم مع قناه الرشيد الفضائيه ويلا حلو. هسه يلا نغني كلنا. Happy birthday to you, happy birthday to you. يلا حيل. Happy birthday to Anwar, happy birthday to you. سنة حلوة يا حيدر، سنة حلوة يا أنوار، سنة حلوة يا حمودي، سنة حلوة يا أنوار. سمعونا صفقة. هسه شرف من عندك أنوار، تتمنى شيء بداخلك بدون ما تقوله، وقبل ما من تكمل أمنيتك تقول سلكيك، من تقول لي تمنيتها هي. يلا أصفن شوية، أصفن شوية على الكاميرا. تمنيت يلا توكل على الله. يلا صف قوله. ان شاء الله يا رب. عاش صفقوله صفقوله. حلو عاشت ايدك. اذا بعد ما احتفلنا بعيد ميلاد انور واحتفلنا مع حيدوري وابو جاسم ومحمد وعوائلهم، اعتقد قدرنا نفرحهم شويه، لكن بعدنا باجواء الاحتفاليه بمطعم وحدائق اغصان الزيتون، هذا المكان الجميل. بعد ما قصنا الكيكه راح نروح شويه نفطر ونتفسح. لا تروح لبعيد. أنا اللي ضايقني هاي التشيز هذا اللي عندي هسه شوية تشيز هذا شوية مزعج كلش عندي، يعني مسوي لي إزعاج يعني كلش بالتنقل بالسلة مأخرني على كوما سوالف يعني زين. والحمد لله بس نمشي ونقول الحمد لله والشكر زين والحمد لله والشكر. ريد تنسى كل همومك ومشاكلك. لا الحمد لله ان شاء الله. ونروح نلعب على سله ان شاء الله. يلا ماشي حبيبي. شو احسن له انت؟ يلا انا وياك نتحدى اليوم. اوكي حبيبي يلا نروح العب. اوكي قلبي نستعجل. اوكي قلبي. اوكي بعد ما فرفشنا بمطعم وحدائق أغصان الزيتون آني والشباب والشيف عباس وأيضا الشيف عدنان اليوم موجود يلا صدق. طبعا أيضا هذا الطبق لكل شبابنا وأصدقائنا وعوائلنا العراقية. هذا طبق طبق من أغصان الزيتون. أغصان الزيتون عاشت إيدك شيف ويدك ما شاء الله عليك رائع. ما شاء الله راقي بدو قلبك ألف عافية. طبعا هاي الأجواء الجميلة. هسه وصلنا إلى فقرة العشاء. خلينا بالنص مركزه بالنص مركزه بالنص. شلونك بالمشاوي؟ والله يعني أنت زين بالمشاوي. عاشت إيدك شيف عباس. أنا اللي أتمنى أنه يعجب الشباب. عجبكم؟ إن شاء الله عجب. حلو طيب هسه يلا نزل أطباق الباقي. أنا أنتظركم هنا أيضا من مطعم وحدائق أغصان الزيتون. وجبة العشاء بدت حاضرة للشباب.
حتى طبعا ما شاء الله اليوم اطباقهم كلها متنوعه ومختلفه ومن كل شيء جايبين. عاشت ايديكم. صاجات. نشكرك احنا طبعا على هاي الاطباق الحلوه. حلوه. احنا عباس شيف عباس من عندنا وبينا، لكن عاشت ايدك. ويدك ويدك. ونشكرك. بعد خلاص ما لنا شغل بشيف عباس. ايه. انت بعد ويانا هاي خلاص. الشيف لا عباس بعد عباس. لكلكم الخير والبركه طبعا. كل كادر مطعم وحداقه اغصان الزيتون ما شاء الله عليكم راعين وراقين بعملكم وشغلكم. ما يحتاج يعني، هو غني عن التعريف هذا المكان الراقي. خلينا نسال قبل ما نبلش انور او محمد. محمد احكي لي. اي فرحت اليوم، مشاعرك شلونها؟ والله اليوم كلش فرحنا، ويعني اليوم فرحه يعني لا توصف يعني ما شاء الله يعني، وان شاء الله يعني ما تنسى ما تنسي وتسجل يعني ذاكرتك. ذاكرتي طبعا. حلو. خلينا نشوف انور. انور شلون هاليوم الاجواء؟ شلون كانت الطلعه؟ الاجواء اليوم كلش حلوه بصراحه، وفرحانين لانه هو شيء عيد النصر، ونبارك الشعب العراقي، وان شاء الله كل شعب عراقي كل شعب عراقي وكل قوات الامنيه. بصراحه كانت انه منيت انا التقي فيك، وان شاء الله التقيت فيك تشت بالقلب بس شنو يعني صرت فد مره كلش بالقلب. كل عام وانت بخير حبيبي الورد. خلينا نشوف حيدوري شلونك بالمقابلات. عجبك عجبك. شوف هاي الاصابع جبن طيبه. حلو روعه. شوف الله هاي عاشت ايدك. حيدوري شلون مشاعرك اليوم احكي لي. والله الحمد لله، والله كلش فرحان من قلبي. شو انا هواي اتابع برامجك، واتمنى كانت امويتي تقوي وياك، والحمد لله والشكر تحققت امويتي، وبعد الحمد لله والشكر ان شاء الله. حبيبي حبيبي في دول قلبك. الله يسلمك. حيدوري ان شاء الله يا ام حيدر ما قصرنا اليوم. لا ما قصرتوا، عاشت ايديكم على كل اللي سويتوه ويانا، وتونسنا وفرفشنا، وحتى الشباب يعني ارتاحت، حتى حيدر نفسيته بشكل ارتاحت الحمد لله وشكرا. بس لا تبكي لا تبكي، راح نتعشى سبا شويه ان شاء الله. ربي يفرحك ويسعدك ان شاء الله بحيدر وتزوجي ان شاء الله. تشوفين اولاد مع شيف عباس الجابلس. هاي تحبون هذا الخبز ابو السمسم. ايش رجيك تضحكين؟ اريد هاي الضحكه ما تفارق، والابتسامه ما تفارق وجهك. ان شاء الله ان شاء الله بوجودكم ان شاء الله. اريد ابتسامتك يشوفها دائما حيدر بوجهك ان شاء الله. بوجودكم بوجودكم انتو قناه الضحكه والبسمه والبركه والحلوه. لا دائما هي هاي غايتنا في قناة الرشيد الفضائية، وكل اللي قدموا مساعدات وقدروا يساهمون بفرحة العائلة العراقية والشباب. قبل الأكل وقبل ما نبلش أحب أقول لا تقل إني معاق، مد لي كف المساعدة وستراني أعبر الأشواط بامتياز. إذن إن شاء الله ربي يحفظهم ويحفظ شبابنا وينور طريقهم ويسعدهم ويفرح قلبهم ويحقق لهم كل أحلامهم وأمنياتهم. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، إن شاء الله فعلا قدرنا نسعدهم ونحقق إن شاء الله حلمهم اللي كانوا يحلمون به. تقبلوا تحياتي أنا مقدم البرنامج عمر محمد، وفي الإخراج فراس الراوي، وبالتصوير منتصر وعدي فوزي وعادل ايضا، وطبعا شيف عباس وكل الكادر والعاملين في مطعم وحدائق اغصان الزيتون. نقول لهم ما قصرتوا. مع السلامه.